في مساحة مجاورة، عائلة دب بني مشغولة بالبحث عن الطعام. تعد بذور الصنوبر غنية جداً بالزيت والدهون، وهي مصدر أساسي للغذاء. تتغذى هذه الحيوانات القارتة على اللحاء والأوراق الطازجة أيضاً. يبدو هذا اليوم هادئاً بما يكفي. لكنه ليس الوقت المناسب لهذا الصغير ليستكشف. كلما ابتعد عن عائلته ازداد الخطر. إنه وحده الآن. تشتت انتباهه شوكة في كفه. الدببة البنية البالغة ليس لديها أعداء طبيعيون، لكن الدياسم تقتل أحياناً على يد نمور أمور. إنها فرصة ممتازة للذكور اليافعة لاختبار مهاراتها في الصيد من دون وجود والدتها. لحسن الحظ، الديسم صغير بما يكفي ليتسلق شجرة. إنه في مأمن، لكنه محاصر. إنها مواجهة. إلى أن تصل والدة الديسم. إنه درس مهم قد تعلمه. رغم ذلك، لا يشعر بالأمان على الأرض على نحو كبير، لذا يجد فرعاً عالياً. بينما يستمر شقيقه بالبحث عن الطعام. Uh-huh.